جيني لوجيبس، واحد المرأة اللي متدينة بزاف، بحيث كانت عضوة في الكنيسة المحلية في ولاية جورجيا. هي محبوبة من طرف الجميع، الناس كاملين ديال الحي ديال المدينة كلهم كيبغيوها. منذ سنة 1965 أفراد الأسرة ديالها انطلاقا من الزوج بدوا كيموتوا واحد مورا واحد، تقريبا مدة قليلة ما بين الوفاة ديالهم، كل 3 أشهر بعد الأشهر كيموت فيهم شي واحد. يا ترى شنو هو السبب ديال الوفاة ديالهم؟ واش سبب الموت ديالهم غادي يكون جريمة قتل او لا غادي يكون غير موت عادي؟ بغيتوا تعرفوا التفاصيل؟ يلا ومعايا اخوان اخوات، السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الناس جداد مرحبا بكم معنا، الناس القدام كنزيد نرحب بكم. كنتمنى انكم كاملين تشتركوا معايا في القناة، تفعلوا الجرس، وما تنسوش جامل اي فيديو حطيته. انا محتاجة تعاون ديالكم، ما تبخلوش عليا بالبارتاج. القصة ديال اليوم غتاخدنا لولاية جورجيا، وبالضبط اسرة جيني لوجيبس. جيني تولدت في 1 يناير 1932 بالضبط في هذه الولاية، يعني في ولاية جورجيا. دوزت الشباب ديالها بشكل عادي، كانت عضوة بارزة في ديك الكنيسة المحلية، كانت متدينة بواحد الشكل كبير، يعني كانت دائمة الحضور في الكنيسة، كانت محبوبة من طرف الجميع، الناس كاملين كيبغيوها بحيث كيلقبوها بالسيدة الطيبة. عام 1947 غادي تزوج بواحد الراجل اللي سميتو مارفن. دوزت معاه واحد المدة، واحد النهار في 1965 الراجل ديالها غيشتكي بواحد الأعراض مرضية، غادي يديوه للمستشفى شدوه باش انه يعالجوه. الحاله ديالو كانت مستقره، طبعا الزوجه ديالو غادي تطيب له الماكله ديالو وغادي تصايب له الحساء، يعني غتصايب له شي صوبه ديال الخضره باش ياكلها. الزوجه غادي تقدم داك الحساء للزوج ديالها، غتساعدو باش انه ياكل، امور كانت مزيانه. الغد ليه السيد فارق الحياه، صبح ميت. الاطباء داروا في التقرير ديالهم بان سبب الوفاه هو مرض التهاب الكبد اللي كان عند الزوج ديالها. طبعا جيني لوجيبس حزنات بزاف على الموت ديال الزوج ديالها، بحيث ان السكان ديال البلديه ديالها كاملين جاو عندها، كاملين قدموا لها الدعم، لانها كان عندها واحد القلب كبير عطوف، الناس كامله كتحترمها، وهي انسانه متدينه وملتزمه. واللي زاد حبب الناس فيها ان جيني ملي خدات اموال التامين ديال حياه الزوج ديالها تبرعت بواحد الجزء كبير منه الكنيسه. جيني كان عندها 3 ديال الاولاد من الزوج ديالها مارفن اللي توفى، غير فيهم كان كيشبه بواه، ماشي غير كيشبهو يعني في الوجه، وانما حتى في الاسم ديالو، حتى هو كان الاسم ديالو مارفن. واحد النهار من بعد واحد الاشهر قليله من بعد الوفاه ديال بواه، غادي يشعر حتى هو بواحد الالم كبير في البطن ديالو، غادي يهزوه للمستشفى. تما الاطباء غيشخصوا على انها كانت عنده عدوى من التهاب الكبد اللي كان عند بواه. ما بقاش بزاف في المستشفى، لانه واحد يومين تقريبا ولا 3 ايام حتى توفى حتى هو في المستشفى. رغم ان هذا الشاب مارفن راه ما كان كيعاني حتى من شي حاجه، ما عمره ما مرض، كانت الصحه ديالو مزيانه، ما عنده حتى شي مشكل. عاود الناس ديال البلده قدموا الدعم والمواساه لجيني، كيجيو عندها كيعزيوها في ولدها، وحتى الشركه ديال التامين ملي عطاتها عاود الفلوس ديال التامين فهي تبرعات بواحد الجزء عاود للكنيسه. وهنايا الناس غير كيزيدوا يتعلقوا بها، كيقولوا بانه رغم الحزن ديالها فهي دائما ما كتنساش الكنيسه ودائما كتتبرع. شهر يناير 1967 واحد النهار ولدها ليستر اللي كان العمر ديالو 16 سنه كان واقف حتى طاح، الولد ما كان كيشكي حتى بشي حاجه. فاش داروا له الاطباء التشخيص ونقلوه للمستشفى، لقاو بان سبب الوفاه هو واحد المرض اللي هو عضلي يعني نادر. نظرا لان البلده كانت صغيره وما كانش شك في شي جريمه قتل، فهما ما شخصوش وما داروش تشريح ديال الجثه، وانما كيكتفيو غير بالتشخيص اولي. اذا هنايا غيمشيو يدفنوا داك الولد، وعاوتاني الام غادي تلقى الدعم ديال سكان البلده كاملين، وملي غادي تلقى البوليصه ديال التامين فهي غادي تبرع بها الكنيسه. هنا جيني بقى عندها ولد واحد اللي هو روبرت، والعمر ديالو كان 19 عام، وكان تزوج وتزاد عنده واحد الولد اللي هو باقي صغير، وكان كيعيش هو والزوجه ديالو مع جيني في نفس المنزل. هنا الناس كامل اللي كيعرفوا جيني فرحوا بزاف
قالوا اخيرا الله عوض جيني بهذا الحفيد اللي غادي يعوضها على ولادها اللي توفاو. ولكن الغريب في الامر انه ما داش وقت طويل، غير واحد المده قليله من بعد الولاده ديالو غادي توفى داك الحفيد فجاه، يعني من بعد شهر واحد. طفل صغير ما كان تيعاني حتى من شي حاجه، من بعد مده قصيره من الولاده ديالو غادي توفى فجاه. الغريب في الامر ان شهر من بعد الوفاه ديال الحفيد غادي يموت روبرت اللي هو ولدها الاخير اللي عندها، تقريبا شهر من بعد الوفاه ديال الولد ديالو، وهذا كان هو الفرد الوحيد المتبقي من الاسره ديالها. هنا فاش غادي نقلوا الجثه ديال روبرت للمستشفى، الاطباء شكوا كيفاش هذا الاب يعني كان تيتمتع بواحد الصحه جيده، ما كان مريض حتى من شي حاجه، كيفاش غادي يموت فجاه؟ هنا الاطباء ملي شكوا داروا تشريح الجثه ديال روبرت، وهنا كانت الصدمه، لان التشريح اثبت وجود كميات قاتله من واحد السم اللي كيتسمى سم الزرنيخ، لقاو في الجسد ديالو. هنايا الشك كامل غادي يمشي للام ديالهم. تم الالقاء القبض عليها وداوها لعند الشرطه، لان هي الفرد الوحيد اللي تبقى من هاد الاسره. هنا غادي يتم استخراج باقي الجثث ديال الافراد ديال العائله اللي هما الاب وجوج ديال الاولاد اللي كانوا توفوا لها، والنتيجه ديال التشريح جات نفسها، كاملين توفاو بسبب واحد الكميه كبيره ديال السم الزرنيخ، وهذا الزرنيخ هو اكثر السموم اللي تستعملت في القتل على مر التاريخ. هنا كلشي غادي يتسائل، هاد السيده جيني علاش كانت كتقتل ولادها؟ علاش قتلت افراد العائله ديالها؟ الحقيقه حتى شي واحد ما قد يعرف السبب، هي ما عمرها ما علنت على السبب اللي خلاها انها تقتل راجلها ولادها والحفيد ديالها. كانت كتردد واحد العباره ملي بداو المحاكمه ديالها، وهي انا لا اسال الله عن عمله وارادته، الكتاب المقدس يقول انهم سيكافئون وانا متاكده من ذلك. هذه العباره كانت كترددها مده المحاكمه كامله. هنا المحكمه بطبيعه الحال شكت في سلامه العقل ديالها، كانوا تيقولوا بانها مجنونه، يعني هاد السيده بطبيعه الحال اللي قتلت راجلها وولادها والحفيد ديالها اكيد غتكون تعاني من شي مرض نفسي. وهنا حتم الاحتجاز ديالها في واحد المستشفى للامراض النفسية من بعد عدة سنوات. الأطباء غادي يقولوا بأن جيني راه ممكن أنها تخرج لأن رجع لها العقل ديالها، وغادي يعودوا المحاكمة ديالها وغادي تحكم عليها بالسجن المؤبد 5 مرات، وبقات في السجن إلى حدود 1999. هنا غيلقاوها مرضات واحد المرض اللي اسمه باركنسون، وغادي يخرجوها من السجن لانها تكون محتاجه الرعايه، وغادي تولى الاخت ديالها الرعايه ديالها. الى حدود سنه 2010 تما غادي توفى جيني لوجيبس، غادي توفى في دار رعايه دوغلاسفيل في جورجيا، وبقى السبب اللي خلاها تقتل ولادها وراجلها غامض الى حدود الساعه. واش كانت كتعاني من شي مرض نفسي، او فعلا انها كانت قاتله متسلسله وعزيز عليها انها تشوف الدم؟ اذا السر ديالها فهي داتو معاها وما عرفو حتى شي واحد. كانت هذه قصتنا اليوم، انا حاولت نعودها لكم باختصار، وبحال هاد الجرائم راه ولينا كنسمعوا عليهم بزاف، اذا كنتمنى ان الجميع يرد البال. دمتم في رعايه الله، والى قصه اخرى.